السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحاول ندير معكم واحد التمرين شامل فيما يخص الدوال اللوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا. ولماذا؟ لأن هذه الطبيعة ديال هذا الدوال فهي ما هي اللي تحط بزاف الامتحان الوطني، لهذا خاص الانسان ياخذ واحد يكون عنده واحد تكون واحد استمراريه في التعامل مع هذه النوعيه من الدوال لاهميتها. اذا حتى لا اطيل عليكم ابدا ان شاء الله على بركه الله. اذا عندنا واحد الداله اللي هي تتكون اولا من جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الاول اعطونا واحد الداله جي دو اكس اللي هي اكس كاري موان إكس موان ألان دو إكس، بيان سور فهي معرفة على المجال زيرو بلس لانفيني. إذا السؤال الأول هو احسب النهاية ديال جي دو إكس عندما تأول إكس إلى بلس لانفيني. إذا غنحاول نخرجها هي الأولى، دونك أي سؤال غنمشي معاها بشوية بشوية، لمين ليميت دو جي دو إكس عندما تأول إكس إلى بلس لانفيني. اذا اللي درنا بلس لانفيني مو لانفيني هذا شكل غير محدد، اذا يعني خصنا نحاول نقوم بشي حاجه اخرى اللي هي غتساعدني باش نوجد هاد لا ليميت. اذا غندير هي لا ليميت دو اكس بلس لانفيني، غندير اكس اون فاكتور دو اكس موان ز موان ln دو اكس سور اكس. تعرف بان هذه من الاشياء اللي هي معروفه في الدرس هو الصفر، يبقى هذا بلس لانفيني، دونك هنا بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني فوق بلس لانفيني سي بلس لانفيني. اذا غندوزو الان قالك اوجد الليميت دو جي دو اكس عندما تؤول اكس الى 0 بلس. اذا دونك لا ليميت عندما تؤول اكس الى 0 بلس دو اكس كاري موان اكس موان ln دو اكس. دونك لا ليميت دو ln دو اكس لوغ تون فيغ 0 بلس سي موان لانفيني، افيك سو موان لا سا دوفيان بلس انفيني، ليميت دو سا سي 0 دونك سا مو دون بلس لانفيني. دونك هذا السؤال ألف. السؤال باء قالك احسب جي بريم دو اكس. الو لا رجال ستار فوالا جي بريم دو اكس، اذا غنديرها مباشره هي دو اكس موان ز موان ان سور اكس. دونك سي جو في غندير الميم دوناتور دو اكس كاري موان اكس موان ز سور اكس. اذا تلاحظ بان هنا عندك واحد المعادله من الدرجه الثانيه، ممكن تستخدم هذيك المحده باش تلقى الحلول او بملاحظه عدنا عودنا اكس بواحد غندير جوج ناقص واحد واحد ناقص واحد، اذا واحد فهو حل للمعادله. اذا غندير ا في اكس موان اكس ان يعني واحد، غتبقى خاصني ندير اكس بلس ان دومي. هاد الامور هذه خاصك تكون ضابطها مزيان لانها غتساعدك في ربح الوقت. اذا بمجرد ما تنوجد هذا غادي نحاول الان نديرو جدول ديال التغيرات. اذا جدول التغيرات اللي هو كالتالي، اذا اكس جي بريم دو اكس فوالا جي دو اكس، الداله مجال التعريف هو هذا. اذا تنعدم في النقطه واحد وتنعدم في النقطه موان زان دومي، بما ان موان زان دومي لا ينتمي الى هذا المجال ما خصنيش نصدع راسي معاه هنا، لان تبقى الاشاره ديال جي بريم دو اكس هي اشاره فقط ديال اكس موان زان فقط. اذا هنا تنعدم هنا، اذا فوالا هنا بلس وهنا موان، يعني هنا اش كاين؟ كاين واحد مماس افقي. اذا ليميت اذا غتكون على الشكل هذا، هذا ليميت دي بلس لانفيني سي بلس لانفيني، هنا عندنا بلس لانفيني، الصوره ديال واحد هي صفر. اذا من هنا قال لك استنتج، استنتج ان جي دو اكس اكبر من صفر. بطبيعة الحال اكس تنتمي الى 0 بلس لانفيني. اذا من خلال جدول، اذا من خلال جدول التغيرات نلاحظ ماذا؟ نلاحظ بان كيل كو سوا اكس ابارتونون ا 0 بلس لانفيني، بطبيعة الحال تلاحظ بان جي دو اكس كيف هي؟ فهي دائما تكون اكبر او تساوي جي دو ان، لان ا هنا يعني فهو عبارة عن قيمة دنيا، سيتادير كو جي دو اكس فهو اكبر من صفر.
إذن هذا هو الاستنتاج اللي غادي نوصلوا ليه بالنسبة للجزء الأول. إذن هذا كما قلت لكم في الجزء الأول. الآن غنمروا للجزء الثاني. إذن الجزء الثاني هو يعتمد بالأساس على الجزء الأول. إذن عندنا واحد الدالة أخرى اللي هي على الشكل التالي: f دو x هي x بلس ان سير x موانزة ان بلس ln دو x. إذن السؤال الأول: احسب ليميت دو f دو x عندما تؤول x إلى بلس لانفينيت، وليميت دو f دو x عندما تؤول إلى 0 بلس. إذن الإجابة عن هذا السؤال: إذن ليميت دو f دو x عندما تؤول x إلى بلس لانفيني هي لا ليميت عندما تؤول x بلس لانفيني دو x بلس 1 سو x موانزة 1 بلس ln دو x. فوالا. إذن غتعود للسطر نتا غتقولي بأن ليميت ديال هاد لابارتي هادي كلها 1 بلس ln دو x هي بلس لانفيني، لأن ليميت دو ln x هو بلس لانفيني. ليميت دو سا 1 سو بلس لانفيني سي 0 0 موانزة دونك غتبقى موانزة. متنساش بأن هنا كاين واحد فيك، دونك هنا سي كوا سي بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني موان لانفيني عندنا شكل غير محدد، دونك سي فورم انديتيرميني. إذا خاصنا نديرو طريقة أخرى، دونك غندير هنا ليميت ديال بلس لانفيني جمع إكس أون فاكتور، فاكتور دو كوا دو أن بلس أن سير إكس موان ز أن بلس ln دو إكس، جو بو لا ميتر دو سات مانيير لا، أن سير إكس. Alors là, il y a la limite plus l'infini du x1 plus 1 sur x moins 1. Là, tu l'as dit 1 sur x plus ln du x sur x. Donc, بالنسبه لهذا, c'est 0. بالنسبه لهذا, c'est 0. هنا, c'est 0. Donc, غادي يبقى عندنا هنا moins 1. Donc, 0 moins 1. وهنا, هذه, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini multiplié par moins 1. Ça donne moins l'infini. بالنسبة limite de f de x عندما تؤول x إلى 0 plus. Donc, on dit, ne se parle pas, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus. Je la garde comme il était. Donc, 1 sur x moins 1, 1 plus ln de x. Donc, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, multiplié par moins l'infini, ça, c'est 0. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, le synthèse de l'hadith tabi'a t'hal ou NSCF taqbalu muqariban malu amoudiyan mu'adalatuhu x égale à 0. إذن هنا بالنسبة لبلوس لانفيني خاصنا نشوفو نديرو لي برونش انفيني، يعني هنا داكشي علاش عطانا السؤال باء ادرس الفروع أو الفرع اللا نهائي بجوار بلوس لانفيني. إذن عندنا ليميت دو اف دو اكس سور اكس لوسك تنفير بلوس لانفيني، اش غنديرو لي في هاد الحالة هذا؟ فوالا عندنا الليميت ديال الليميت بلس لانفيني هو هذا اللي درنا ليه هذه المساله هنايا. اذا غنديفيزي بار اكس اش غادي يبقى عندنا؟ هو الليميت ديال اش ديال 1 بلس 1 سور اكس موان ز 1 سور اكس بلس ln دو اكس سور اكس. دونك اون ادي بان كلشي هذا سي 0. هنا هذا عطانا موان ز، موان ز فوا 0 سي 0، بقات لينا واحد. إذا غادي نديرو أن. إذا بمجرد ما تلقى ليميت دو إف دو إكس سور إكس هنا خاصني نشوف ليكون عندي مقارب مائل. إذا غنمشي نقلب على ليميت دو إف دو إكس موان أ دو إكس ستادير موان إكس لوغس إكس تونفير بلوس لانفيني، ستادير هي لا ليميت لوغس إكس تونفير بلوس لانفيني دو أن سور إكس موان ز أن بلوس ln دو إكس بلوس لانفيني. هنا 1 سو بلس لانفيني ضغط قليل موان زه، دونك سوف مدون موان لانفيني. الوغ لا، اش غادي نقولو في هاد الحالة؟ نقول بأن سي دو اف يقبل فرعا
شلجميا بجوار بلس لانفينيت بجوار بلس لانفينيت اتجاهه ماذا؟ محور الأفاصيل عفوا اتجاهه المستقيم لأنه كان غادي يكون محور مائل مستقيم الدلتا دي المعادلة إيكغيك إيكال أكس. إذا هاد الأمور خاصكم تضبطوها مزيان لأنها هي اللي غتساعدكم في رسم المنحنى لأن بدونها لا يمكن ذلك. الآن من بعد ما لقينا فرع النهائي غادي نحاول نقلبو على المشتقة اف بريم. إذا السؤال الموالي هنا دو أ ألف قالك بين أن اف بريم دو إكس إيكال أن سور إكس أو كاري جي دو إكس ألوغ لا كيل كو سوا إكس أبارتونون أ إر إطوال بلوس. إذا خلال اف بريم دو إكس هي ماذا؟ جو لا في ديريكتومون لأنه عندنا لا ديريف دو إكس سي كوا سي أن، غتبقى عندنا لا ديريف دو أن سور إكس هي بلوس موانز أن سور إكس أو كاري ملتيبلي بار أن بلوس إل أن دو إكس بلوس أن سور إكس موانز أن فوا المشتقة ديال إل أن دو إكس اللي هي أن سور إكس. دونك سي أن موان أن سور إكس كاري موان ln de x sur x au carré plus 1 sur x au carré moins 1 sur x de l'amélioration de l'annonce. طلعت بان هذه مشات غتبقى عندي هنا ندير لو ميم دينوميناتور اللي هو x au carré donc x au carré moins ln de x moins x c'est-à-dire هي g de x sur x au carré. بما ان جي دو اكس من خلال الجزء الاول لقيناها موجبه واكس كارين دونك هذه اكبر او يساوي الصفر. اذا لقينا هذه الامور هذه مهمه. اذا غادي نبدا الان انجز جدول تغيرات الداله اف بطبيعه الحال ولا اذا التغيرات دائما خصك تاخذ بعين الاعتبار دائما مجال التعريف ديال الداله بطبيعه الحال اللي هي معرفه على 0 بلس لانفيني. لقينا بان جذر اكس تنعدم في النقطه 1 اذا اف دو اكس تنعدم اف بريم تنعدم في النقطه 1 بنقناها بانها موجبه. اذا غتكون الداله على هذا الشكل التالي اذا بلس لانفيني موان لانفيني هنا اف ديال واحد لي مهمه. حاجه مهمه هنا هو دائما بغيتي تكون عندك جدول التغيرات على هذا الشكل وعندك واحد النقطه هنا عادي وغتمشي دائما في الشكل يعني ان واحد راه نقطه انعطاف واخا ما مذكوراش هنا في السؤال ولكن سافا دو سوا لانها نقطه انعطاف. اذا السؤال الثالث تحقق ان اف دو اكس موان x égale à 1 moins x 1 plus ln de x sur x. هذا بالنسبه سؤال الف. اذا باش عندي f دو x موان x سي كوا سي 1 سور x موانز 1 و 1 بلس ln دو x. دونك غادي نوحد المقامات هنا غتعطينا هي 1 موان x مجرد سور اكس. اذا ندوز كلشي على هذاك 1 بلس اكس غتبقى عندي 1 بلس اكس لو تو سور اكس. دونك سي كيسيون ساهله ما فيهاش شي مشكل. اذا بالنسبه ب قالك ادرس الوضع النسبي للمنحنى سي اف والمستقيم دي دي المعادلة إيكغيك إيكالا إكس. إذا لدراسة الوضع النسبي هذا دائما هذا السؤال يطرح لأنه خاص تعرف كيفاش خاصك تقلب على إف دو إكس موان إكس. دونك هنا علاش عطاونا إف دو إكس موان إكس لأن غنستعملوها. إذا خاصنا نشوفوا الوضع النسبي خاصنا نشوفوا إف دو إكس موان إكس الإشارة ديالها يا إما غتكون موجبة وإما غتكون سالبة. إذا كانت هنا موجبة يعني أن إف دو إكس
غادي يكون سوبيغ اكس، مما يعني ان السي دو اف غتكون في نقول مستوى مستقيم دي، والا غتكون اف دو اكس اصغر من اكس. في هذه الحاله غادي نقولوا السي دو اف غتكون تحت من مستقيم دي. اذا باش ندرس هنا هذا الوضع النسبي خاصنا نشوف هذه الاشاره ديال هذه، وباش ما نغلطش انصح الطلبه دائما يديروا جدول. اذا هذا الجدول ها هو غنديرو هنا، فوالا عندي هنا اكس، عندي ام موان اكس، وعندي ان بلس ال ان دو اكس، وعندي لو كوسيون سي فولي اكس، او نقولو اف دو اكس موان اكس. لهنا اكس انها موجبه، غادي قائل الاشاره ديال البسط. اذا هنا عندنا خاصنا نشوف اين ينعدم هذا البسط، ينعدم في النقطه واحد، و ال ان دو اكس بلس ان ايكال ا زيرو، صافي كو ال ان دو اكس ايكال ا موان زان. دونك ال ان دو اكس غتكون ايكال ا موان زان، يعني ان اكس ايكال او موان زان، يعني هذيك ان سيغ او. اذا ان سيغ او هي الاولى عاد ان، دونك هذه تنعدم هنا. اذا عندنا ان موان اكس، وهنا رد بالك شويه لانه ان تاخذ اشاره ماذا، اشاره ا هنا واشاره بلس هنا، يعني كاين بعض الطلبه غير تيتكى على هاد بلس من هنا ويدير مو هنا. دونك نصح الطلبه باش يردوا بالهم هاد الامور هادي. ان بلس ال ان دو اكس تنعدم هنا، ال ان دو اكس فهي داله تزايديه، اذا غتاخذ الاشاره ديال ا هنايا وهنا اشاره مو هنا، اذا غتكون عندنا هنا مو هنا بلس وهنا مو، اذا الانعدام غادي يكون هنا في هاد الحالتين. اذا بالنسبه احنا خصنا قلنا اكس فهي دائما رد بالك لانها اكبر قطعا من الصفر. اذا تلاحظ بان اف دو اكس موان اكس متى يكون موجبا، يعني موجبا اذا كانت اكس تنتمي الى المجال ان سور او و ان. اذا الى درنا هنا ايكال غندخلوا هذا بطبيعه الحال هذه المساله. اذا اش قلنا في الحاله اللي كانت اف دو اكس اكبر من اكس، يعني ان السي دو اف غادي يكون فوق المستوى مستقيم دي، بينما إلا كانت اف دو اكس موان اكس متى تكون سالبة، إلا كانت اكس تنتمي إلى زيرو ان سيغ او أو ان بلوس لانفيني. في هذه الحالة سي دو اف غتكون تحت المستقيم الدلتا. إذا متى يكون تقاطع، متى يكون اف دو اكس إيكال اكس هنا، يا إما غتكون اكس إيكال ان سيغ او أو x إيكال أ. إذا هنا كاين تقاطع ديال هاد المستقيمين. إذا نبقى الآن نريد أن نرسم المستقيم، دابا نرسم المنحنى. إذا رسم المنحنى سنحتاج إلى مسطرة، وخا ما عنديش مسطرة هنا، أعتذر. فوالا كيف نرسم. إذا المسطرة عندنا واحد واحد المعلم ومنظم. إذا هنا صفر، غادي ناخدو تقريبا واحد جوج ثلاثة، كذلك هنا ناخد ديزونيتي، يمكن لك تاخد تكبر نتا لو بغيتي تكبر هاد الأمور هادي ماشي مشكل. دونك فوالا إكس فوالا إيكغيك. إذا الشيء اللي مهم هو أن قلنا بأن المنحنى أو المنحنى السي إف يأخدو إتجاه المستقيم دلتا ديال المعادلة إيكغيك إيكال إكس. أول حاجة خصني نديرها سي بيان. إذا هما قالك فوالا ارسم المنحنى. إذا أشنو عندنا؟ عندنا هنا طبيعة الحال من خلال نرجعو للمنحنى، نديرو هنا بعدا واحد جوج. إذا قلنا ان سور او، ان سور او تقريبا هي 0.37، تقريبا هي هاد النقطة هادي، هادي ان سور او. وخاصك دير اف دو ان سور او، راه هي نفسها هي ان سور او، يعني هاد النقطة هادي هنا كاينة واحد التشارك، واحد التقاطع ديال الدالة اف مع المستقيم دي. و اف ديال اه هي اه، إذا كاين هنا وكاين هنا. إذا قلنا بأنه في حالة إذا كانت دلتا تنتمي اونتر ان سور او و ان، فان سي دو اف يكون فوق ماذا، فوق دي. اذا غادي تكون بحال هكا، من هنا هنا كاين التقاطع، هنا غادي تكون فوق. بينما في
لاحظ معايا مزيان بين 0 و 1 سور او 1 سور 1 بلس لانفي كيفاش تكون تحت الضيضه، يعني السي اي خاصو يكون تحت. اذا هنا لتحت يعني بما انه ومن خلال جذوه فهو يمشي تمشي حتى الموال لانفيني، يعني غادي يضرب يتقاطع مع محور الافاصيل. ما عطاوناش هاد لا كيستيون هادي او ما ساعدوناش، ولكن انه تمشي فين غادي يمشي غير في اتجاه ماذا، لان هذا محور ومقارب افقي. اذا الداله طبيعه الحال قلت لك بان هذا نقطه انعطاف، اذا من بعد غادي يمشي في هذا الاتجاه. اذا هذه هي سي دو اف فوالا. اذا هذا هو السؤال اللي يعني يتعلق برسم المنحنى. اذا من بعد ما درنا هذا السؤال هذا غادي نمشيو للجزء الثالث. اذا الجزء الثالث دائما هذه الامور هذه تتلاح، داكشي علاش نعتمد على اختيار هذه النوعيه من التمارين. اذا قالت لي تكون UN متتاليه معرفه كما يلي. عندنا U0 هي ان دومي و UN بلس 1 هي اف دو ان يعني. اذا فهي متتاليه متعلقه او مرتبطه بداله. اذا السؤال الاول بين ان او دو ان بين ان سور او و ان كلكو سوا ان تنتمي الى ان. اذا هنا اش غنديرو؟ غادي ناخذ من اجل ان تساوي صفر لدينا U0 هي 1.5 و 1.5 فهي توجد بين 1 سور او و 1 فهي صحيحة. إذا كانت هذا اعتبار أو افتراض صحيح، فلنبين أن U1 بلس 1 خاص نتعين بينها بأنها بين 1 سور او و 1. إذا هذا كيفاش غادي نحاول نبين هذا لاكيستيون؟ دائما اعتمادا على ما سبق. إذا بالنسبة لقلنا X عندما تكون X كومبري أونتر 1 سور او و 1 اكس 1 سور او 1 الداله كيفاش تزايديه، يعني غتكون اف دو اكس فهي بين اف دو 1 سور او و اف دو 1. اذا نفس الشيء عندنا اكس عندنا او ان فهي افترضناها بانها اونتر 1 سور او 1، وبما ان الداله تزايديه يعني غنديروا اف دو او ان فهي بين اف دو 1 سور او و اف دو 1، يعني ان او ان بلس 1 f دو 1 هي 1 و f دو 1 سور او هي 1 سور، دونك تلاحظ بانها صحيحه. السؤال الثاني ادرس رتابه المتتاليه او ان. اذا الرتابه تعتمد على ايجاد او ان بلس 1 موان او ان، يعني هي f دو او ان موان او ان. اذا نفس الشيء اذا وضعنا او ان هي اكس، تلاحظوا بأن f دو x موان x قلنا فهي موجبة في حالة إذا كان x مالو ينتمي إلى 1 سور او و 1. إذا نفس الشيء بين يعني هذا أن او ان f دو او ان موان او ان فهي كيف هي؟ فهي موجبة لأن او ان فهي تنتمي أونتر 1 سور او و 1، مما يعني أن f دو او ان اكبر من او ان، سيتادير بان او ان بلس 1 اكبر من او ان، يعني ان المتتاليه فهي تزايديه. اذا او ان تزايديه ومكبوره بالعدد ماذا؟ 1. اذا فنقول فهي متقاربه، وبالتالي النهايه ديال او ان، لان هذا هو السؤال الاخير اوجد النهايه ديال او ان، غنقولوا بانه هو 1. اذا هذا هو تتمه ديال هذا الموضوع الشامل. طبيعة الحال نقدر نضيف لكم انا بعض الاسئله اخرى، وهي مثلا قال لك اوجد مثلا ارسم الداله العكسيه، الداله العكسيه ديال هذه. اذا الا بغينا نرسموا الداله العكسيه ديال اف موان زان، هذا سؤال اضافي. اذا خصك اللي عندك مثلا عندك البيركار يمكن دير التماثل ديال نقطه من هنا ونقطه من هنا فوالا. بالنسبه للاكس ناخذ واحد النقطه هنا وكذلك نقطه هنا
وهكذا. اذا غيتلاقاو هنا صافي دير بين التماثل ديال هاد فوالا غادي يكون على هاد الشكل. اذا نحاولوا دائما، لان هاد النوعيه من الاسئله فهي مهمه جدا. اذا كيفاش خصك ترسم الداله العكسيه؟ هذه السي اف موانزه. اذا بالنسبه لهذه غتولي بحال هذا الشكل وعلى، وغادي تمشي في اتجاه ماذا؟ في اتجاه اكس وعلى. هذا في حاله اذا قال لك ارسم لي الداله العكسيه. اذا هذه النوعيه من الاسئله انصح الطلبه من الان يعتمدوا على النوعيه ديال الاسئله ويدربوا عليها، لانه بدا العد العكسي للامتحان الوطني. لا ينتظر الطالب حتى شهر 5 عاد يبدا لي بريباري، لان عن بعد احسن. لهذا تنحاول دائما غادي ندير معكم من الحصه القادمه ان شاء الله، كل مره غادي نحاول ندير معكم داله من الاختيار ديالي ان شاء الله اللي غتكون ذات اهميه وفائده. اذا اشكركم على انتباهكم، ولا تنسوناش من المشاركه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.